الصناعة التقليدية. هي جائزة وطنية للصناعة التقليدية والحرف، تتمثل في مكافأة سنوية لتكريم أفضل الأعمال الإبداعية في مجال الصناعة التقليدية الفنية، حفاظاً على التراث الحرفي الوطني وتشجيعاً للحرفيين على مواصلة الإبداع والابتكار. ما كناش ننتظروا وما كناش نتوقعوا اصلا باللي راح نربحوا في هذا. انا كنت دائما نقول لهم في غرفه الصناعه التقليديه ان شاء الله يفهموا الفكره، لان هي الفكره جات باش نحموا الغابات من القطع العشوائي، لانه بكل بساطه قصعه كبيره معناتها شجره كبيره. حنا جبنا هذه الطريقه، مش راح نقطعوا اي شجره، نستخدموا المخلفات ونستخدموا الاغصان الصغيره ومخلفات الورشات ونعاودوا نصنعوها من جديد ونخدموا بها اشكال. مبدعون لم ينسوا القضية الفلسطينية في أعمالهم الفنية وزخرفاتهم على الأواني التقليدية. أول حاجة بدينا بها وحبينا أن نحط اللبسة تاعها هي الكوفية الفلسطينية مع الزخرفة الجزائرية على الصحون. باختصار حبينا نقولوا باللي فلسطين في المائدة تاع الجزائريين. مسابقة جاءت لاستكشاف وإبراز أعمال المبدعين الحرفيين الجزائريين بتقديمهم أعمالاً عصرية بلمسة تقليدية، ما يشكل رحلة زمنية بين الماضي والحاضر.